مع شروق الشمس في وادي الموجب تبدأ مشقة الأطفال ومشوارهم اليومي للوصول إلى المدرسة، وبقارب مبتكر غير آمن تماماً يبحرون لشق مياه سد الموجب بعد أن غمرته مياه الأمطار مؤخراً، مما فصل منطقتهم عن الضفة الأخرى. يعطيك العافية، قوك. وين رايح؟ رايح على المدرسة. على المدرسة؟ طب وين جيت؟ في القارب؟ لوين في القارب؟ ما في يعني يعني طريق الا يعني هذا تستخدمه لتروحوا فيه على المدرسة؟ ما في طريق يعني تستخدم هذا القارب عشان تروح على المدرسة كل يوم؟ والمساء لما تروح؟ والمساء؟ لما تروح كمان. يا سلام، يعني تستخدم هذا القارب ل تيجوا على المدرسة الصبح وبعد الظهر بتروحوا في القارب. كل عافية. صباح الخير. منين جايين وين رايحين؟ المدرسة. وين؟ رايحين على المدرسة. قد ايه بيختصر عليكم المسافة تقريبا؟ اثنين كيلو تقريبا. ما شاء الله. طب وهسه من هنا للمدرسة قد ايه بتاخذ معكم وقت؟ ساعتين قبل ما تصل للمدرسة. كل يوم تطلع في القارب؟ كل يوم. وبتروح في القارب؟ بروح. يا سلام، بتطلع في القارب؟ بالغارب. وين صفك؟ تاسع. طب وين بتطلع في القارب؟ ما في شارع حطيك بعيد. ما في طريق، والله انكم انتوا ابطال. السلام عليكم. قوك. وين رايحين؟ وين؟ المدرسة. وين المدرسة تكون؟ بعيدة من هان؟ بعيدة. وفين جيتوا؟ في القارب. لوين في القارب؟ ما في بكم؟ كل يوم تطلع في القارب؟ كل يوم؟ وكل يوم ما في بكم؟ كل يوم ما في بكم؟ وبتروحوا فيه ايش؟ في القارب. طيب ظاهر، شلونك؟ شو اخبارك؟ يعني ابو ظاهر والد مجموعه من الطلاب اللي بيقطعوا. هنحكي السد. اي نعم. طب وين العيال بيقطعوا السد على باص؟ بمسافه، المسافه بعيده، بنختصر المسافه. يعني ما في طريق؟ ما في طريق، في طريق بس الطريق صعب على السيارات. صعب وطويل. وطويل نعم. طب وهذا قارب بيقتصر عليهم؟ هذا بيقتصر تقريبا حوالي 2 كيلو تقريبا، 3 كيلو. وبعد هيك بيمشوا كمان للمدرسة؟ بيمشوا تقريبا 3 كيلو ونص 4 كيلو. للمدرسة؟ اي نعم. والقارب هذا بيقتصر عليهم 2 كيلو ونص؟ 2 كيلو ونص 3 كيلو. ثم بعد ذلك يكملون رحلتهم الشاقة بصعود الجبال ونزول الوديان سيرا على الأقدام، أو بواسطة بيك أب قديم في حال توفر له الديزل. ربما يختصر القارب الحديدي عليهم قطع بعض مسافات طويلة، إلا أنه يمثل خطراً كبيراً يحدق بهم، وقد يتسبب في غرقهم بمياه السد. كذلك المركبة المتهالكة قد تؤدي إلى سقوطهم في الوديان، رغم أن القارب والبيك أب يوفر لهم الجهد والوقت في معاناتهم للوصول إلى مدرستهم. وتستودعهم الأمهات بدعواتهم لله أن يحمي أطفالهم لعودتهم سالمين.